مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. الهلال السعودي يضرب بالأربعة في مباراة الأمس التي جمعته بجاره غريمه التقليدي النصر في كأس السوبر 4-1. انهيار مفاجئ لنادي النصر في مباراة الأمس حقيقة بعد أن كان متقدم في الشوط الأول ومسيطر على المباراة في الحصة الأولى. أيضا هناك عودة الروح إلى الدوري الأسباني وكذلك الدوري الإنجليزي في أوروبا. للحديث في هذا الجانب شرفني أن أرحب بضيفي الأستاذ عبد الرحمن القرني وهو إعلامي رياضي سعودي. أسعد الله مساك بالخير زميلنا العزيز الأستاذ عبد الرحمن، وأهلا بك في زوايا الملاعب. في البداية خلينا كذا نتحدث بشكل موسع حول مباراة الأمس التي جمعت بين الهلال والنصر وتفوق من خلالها الهلال وبالأربعة وخطف كأس السوبر. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا لك على الترحيب وعلى هذه المقدمة الجميلة، وأشكركم على الاهتمام بالرياضة السعودية وما حدث في نهائي كأس الدرعية للسوبر. نعم. المباراة طبعا كانت بين قطبين من أقطاب الكرة السعودية، الهلال والنصر. نعم. المباراة كما شاهد الجميع يعني كانت بدايتها قوية جدا، واستطاع النصر في الشوط الأول أنه يفرض سيطرته على المباراة وينهي الشوط الأول بالتقدم بهدف مقابل لا شيء، والهلال لم يظهر في الشوط الأول بالصورة اللي عهدناها عن الهلال. نعم. في الموسم الماضي، وكانت المباراة متجهة للنصر، وفجأة انهار فريق النصر في الشوط الثاني، وأنا أعز ذلك حقيقة إلى الطريقة اللي اتبعها المدرب كاسترو، اللي أتوقع يعني خلال الساعات القادمة أنه النصر يعني في أنباء أنه النصر حيستغني عن المدرب. لم يستطع الحفاظ على هدف التقدم واللعب بتوازن، اندفع كثيرا في بداية الشوط الثاني وترك مساحات في الخلف للهلال، ومنها ارتباك واضح في الدفاع وارتباك حارس المرمى. نشفنا الهدف الثالث اعتقد اللي اخطأ فيه حارس المرمى، وهو حارس معروف وحارس دولي، ولكن كانت الحالة الذهنية للاعبين مفقودة تماما بفضل عدم يعني وضع خطة للشوط الثاني. ومباراة الكؤوس كما نعرف يعني اللي ما فيها تعويض، يجب على المدرب أنه يكون حاضر ذهنيا ويكون اللاعبون طبعا حاضرين للحفاظ على التقدم، أو على الأقل ألا تكبر النتيجة وتصل إلى 4 أهداف، وكادت أن تكون أكثر من ذلك. لاحظنا كريستيانو رونالدو يعني في بعد الهدف الثالث يعني، وكانت الدقيقة 60 تقريبا. نعم. أشر بيده أنه المباراة خلاص انتهت، وهذا يعني عامل سلبي جدا له ولزملاء اللاعبين، واللي من خلالها انهار الفريق أكثر وأصبحت الأخطاء ترتكب في وسط الملعب وفي. نعم. أستاذ عبد الرحمن معلش اسمح لي أستاذ عبد الرحمن على المقاطعة، هل يمكن أن نحمل كاسترو سبب الخسارة وبالأربعة، أم أن اللاعبين لم يلتزموا بتعليمات المدرب، خصوصا أنه لاحظنا حقيقة بعض اللاعبين داخل أرضية الملعب لم يقم بالواجب المطلوب منه كما كان في الشوط الأول، لماذا نحمل كل هذه الخسارة بهذه النتيجة الثقيلة على المدرب وحده؟ صحيح هو يتحمل وهو المسؤول بشكل مباشر، لكن اللاعبين أيضا يتحملوا جزء كبير. أمس كريستيانو في الشوط الثاني لم يكن حاضر تماما، بقية اللاعبين وكأنهم استسلموا وعجزوا من الوهلة الأولى من الشوط الثاني. صحيح، أنا أتفق معك، يعني ما نحمل كاسترو المسؤولية كاملة، هي العملية تكاملية، وأيضا الفريق يعني ذهنيا ما كان محضر بشكل جيد سواء إداريا أو النصر. على فكرة يظهر بشكل ممتاز جدا أمام الفرق الغير تنافسية بالنسبة له، يعني نعرف الهلال غريمة التقليدي وبينهم يعني تنافس قوي جدا، ولكن التحضير النفسي لدى النصراويين عندما يقابل الهلال يختلف عن أي مباراة أخرى. العناصر الموجودة في النصر ربما تفوق العناصر الموجودة في الهلال، ولكن التحضير الذهني
سواء من قبل الإدارة أو من قبل المدرب أو من قبل اللاعبين أنفسهم غير جيدة وغير مواكبة لمباراة بهذا الحجم. صحيح، أتفق معك أستاذ عبد الرحمن في هذا الطرح. سؤال أخير في هذا المجموعة، في هذا الموضوع قبل أن ننتقل إلى الدوري الأوروبي الأسباني وكذلك الإنجليزي. صحيح كريستيانو لاعب يعني تاريخي ولاعب له تاريخ لن ينساها الأجيال أبدا، لكن هل يمكن القول بأنه كما يتحدث البعض انتهى مفعوله وأصبح اليوم غير مجدي وغير قادر على الاستمرار في اللعب 90 دقيقة بذات الأداء والمستوى؟ والله شوف، هو كريستيانو رونالدو ما شاء الله تبارك الله ما زال محتفظ برونقه ومحتفظ بإمكانياته، هداف الدوري في الموسم الماضي بفرق شاسع عن أقرب منافسيه، وهو يعني صحيح أنه متقدم في السن، ولكن المباريات اللي شاهدها الكريستيانو رونالدو أغلبها يعني كان المميز داخل الفريق. صحيح النصر يحتاج إلى مهاجم آخر بجانب كريستيانو، وهذا هو السبب يمكن، لأنه كريستيانو إذا وجد الضغط والتكتل الدفاعي ما يستطيع يعني أنه يعني يجد الحلول اللي ممكن تخليه. البعض يقول أنه أصبح عب يا أستاذ عبد الرحمن، البعض يقول أنه أصبح عب على هجوم النصر بالذات في الأشواط الثانية يعني من أنا ما أتفق مع الطرح هذا، لأنه كريستيانو يعني أحيانا لما يخرج من الملعب النصر يصير وضعه يعني أقل مما لو كان كريستيانو موجود. كريستيانو صحيح أنه متقدم في السن، وآخر المباراة يعني ما يكون بنفس الجودة اللي بدأ عليها، ولكن النصر يحتاج إلى مهاجم آخر من يعني نعم مقارب صحيح وضحت يعني الفكرة مقارب كريستيانو. نعم. أيضا في نقطة مهمة، تفضل. نخروج أيمن يحيى بالإصابة أمس يعني كسر ظهر الكاسترو النصر، صحيح، ولم يجد البديل اللي يعوض أيمن يحيى اللي كان مشكل جبهة خطيرة في الجانب الأيمن في هجوم النصر.